في سبيل زيادة عدد سيدات الأعمال في اليمن اللواتي يساهمن بشكل إيجابي وفعال في الاقتصاد، دشنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة برنامج نساء رائدات لتمكينهن من الوصول إلى الأعمال والمشاريع التنموية المساهمة في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، كونها الشريك الذي لا يمكن إغفاله في ساحة المال والأعمال. من ضمن البرامج التي تقوم بها الغرفة في إعداد سيدات الأعمال وتدريبهن ومساعدتهن ويعني التعريفهن بأفضل المشاريع ومساعدتهن على إقامة مشاريع خاصة بهن وليكونن رائدات يعني في مجال الأعمال وبأفضل الطرق وأحسنها. البرنامج أكد أهمية توفير فرص تنمية المهارات وشبكات العلاقات وتشجيع النساء في جميع مستويات العمل ليصبحن رائدات أعمال ناجحات من خلال حتى سيدات الأعمال، على الانتساب للغرفة التجارية كونها الداعم الأول والمشجع على الصعيد العملي. نشجع على بيئة الأعمال والنهضة اقتصادية من أجل الخروج من الظروف الحالية والتفكير في الرسائل السلبية وما تمر به البلاد في هذه الظروف. المرأة شريك أساسي ورئيسي مهم جدا في البلد أو في اليمن، خاصة أن المرأة الآن أصبحت جزء لا يتجزأ وحقيقة ملموسة في ظل نمو الاقتصاد في اليمن في بلدنا. ظروف صعبة يعيشها اليمن في ظل حالة المد والجزر السياسي والاقتصادي، إلا أن المرأة اليمنية تحاول فرض وجودها لتصل إلى مركز ثقل وتسجل رقما قياسيا لوطن لم يعد يستفيد من قيادته الذكورية إلا الدمار والخراب على مختلف الصعد. محمد شمسان، اليمن اليوم، صنعاء.